أحمد رجب كان بيمثل للدكتور كمال الجنزوري يعني على المستوى الشخصي. على المستوى الشخصي كان شخص صديق حبيب وفي ممتع في حديثه وفي كتاباته وفي لقاءاته، أما على المستوى الوطني في الشعب المصري يعرفه كله. حضرتك شايف كانت كلمته مؤثرة تبقى يعني ليها تأثير عند الجمهور أو عند الشعب؟ هذا ما كانش استمر في سنوات طويلة كلها، ما كانش بكاء الناس كلها دلوقتي. يعني كانت كلمته تقدر تأثر في أي وزير في أي منصب سياسي أو أي منصب. يعني كانت شخصية عظيمة. شكرا جزيلا.